ضمن المخطط الخماسي 2016-2020. السيد رئيس شركة هونداي روتيل، السيد رئيس المدير العام لشركة وطنية السكك الحديدية لهذا المشروع. ونحن اليوم بصدد التسريع في إنجاز ما يضمن، وهي الوكالة الفرنسية للتنمية لافدي، البنك الأوروبي للاستثمار بوي، والبنك الألماني كاف دبليو في. تم اليوم والحمد لله امضاء عقد لاقتناء 28 عربة كهربائية دفع بالدفع ذاتي. هذه معناتها الصفقة باش تكون لصالح مشروع لاريفير الشبكة الحديدية السريعة. هذا المشروع اللي نعرفه الدولة التونسية تعهدت انه باش يكون جاهز في الجزء الأول في أكتوبر 2018. بالطبع هذا مشروع من أهم المشاريع، هو أكبر مشروع تقوم به الحكومة التونسية في الوقت الحاضر، وهو باش يمكن تقريبا من نقل 600 ألف مواطن يوميا، وهو باش يكون النقلة النوعية للنقل الجماعي في تونس الكبرى في تونس العاصمة. العقد اللي تم إمضاءه قيمته 410 مليون دينار تقريبا 165 مليون أورو. بالطبع باش تكون عملية التسليم في سنة 2018 لتشغيلهم على خصوص الخطوط الأولى. الخطوط هذه باش تمس مناطق ذات كثافة سكانية كبرى. الانطلاق هو باش يكون معروفة من برشلونة لزوز خطوط، فما خط باش يمشي للقباعة وفما خط باش يمشي للسيدي حسين، مرورا بالطبع بالاحياء نتاع باردو بكل الاحياء ذات الكثافه السكانيه. بالطبع هو كان الاختيار على الخطوط هذه لانها خطوط تمس اكثر ما يمكن من احياء ذات كثافه سكانيه كبرى. وبالطبع احنا انطلقنا في دراسه لحاجياتنا الحقيقيه في مطار في العاصمه. نعرفوا انه اليوم مطار تونس كرتاج يخدم اقصى من طاقته التشغيليه. إذا هناك فما حاجة لوضع دراسة لوضع استراتيجية واضحة بعلاقة بمطار تونس كرتاج. احنا قاعدين تو ندرسوا في ثلاثة فرضيات. الفرضية الأولى هي عملية التوسعة نتاع مطار تونس كرتاج، الفرضية الثانية إحداث مطار جديد، والفرضية الثالثة نقل مطار تونس كرتاج، معناتها الاستغناء على مطار تونس كرتاج، وبالطبع ذلك بعد إحداث المطار الجديد. هذه ثلاثة فرضيات اللي قاعدين نعملوا عليهم. فما دراسة قاعدين نقوموا بها باش تمكننا باش نعرفوا شنو هي حاجياتنا الحقيقيه في افق 2025 و2030 للمطار، معناتها قداش طاقه الاستيعاب اللي يلزم يكون عليها مطار العاصمه. وهذه دراسه اللي باش تعاون الحكومه التونسيه باش تاخذ القرار النهائي ان شاء الله اللي باش يكون في شهر جانفي 2017.